هاي كيف شباب، معكم سبارك لابتك مع انبوكسنج جديد للوت كريت هالشهر. لوت كريت مثل ما انا كنت مخبركم هي خدمه كل شهر بيبعتولنا مثل هيك صندوق صغير بقلبه غراض جيكس كوميكس فيديو جيمز. هالشهر بعتقد انا عندي احساس شو الثيم تاعته، بعتقد دستني او شيء بخص دستني. خلينا نفتحها مع بعض نكتشف شو بقلبها. اوكي، واتش دوكيومنتري شير سمثينج، ما بعرف شي شغلي. لا مش دستني، ساينس فيكشن. اوكي، واحدة من هولي حيطلع لنا يا رجل آلي يا سبوك حامل شي شغلي سلاح، هذا على فولكن اذا انت بتحضر ستار تريك او ايليانز او بريدتور او شي واحد حامل شوتجن، ما عم بعرف هذا من اي مجموعة. خلينا نفتح نشوف لهاي. اوكي كمان كيس اسود لحتي لحظه. اوكي الشخصيه اللي ما بعرف شو هي، خلينا نشوف مكتوب اسمه ورا. لازم 1 out of 24. بس مين هو هيدا؟ بركي من فايرفلاي، مسلسل ساي فاي. اوكي نيه ليه شخصية ما بعرفها، خلينا نحطه هون على جنب. اوكي اللي بعده تريبل من ستار تريك، تريبل من ستار تريك. فيفي هذا انا وفيفي كتير بنحب برنامج ستار تريك، ف هدول تريبل مخلوقات. واحدة من الحلقات على ستار تريك البرنامج الاساسي القديم اللي بالستينات كان، هدول المخلوقات كانوا يقدروا يتكاثروا كميات هائلة وسيطروا على المركبة الفضائية كلياتها. هدول هن تريبلز، مهضوم كتير حطي هذا على جنب. كتير ساينس فيكشن، كلاسيك ساينس فيكشن، يعني منا للجمهور الجديد ومنا للناس اللي ما بيحضروا ستار تريك. هلا انا وفيفي بنحب ستار تريك فهيدي نحن مبسوطين فيها. بعتقد فيفي حتحطها على المكتب تاعها جنب الكمبيوتر تاعها، مش غلط ابدا. انتقالا في عنا الين، شايفين شخصيه الين هون محطوطين. الين عظيم اطلال الالين، كان بيقدر يكون واحد من هول الشخصيات دائما يجينا يوم بالجمعيه، يا ريبلي يا كين يا دالاس يا اش او الالين. انا بصراحه مبسوط انه جان الالين، فخلينا نفتح لحتى نشوف شو بيعمل هذا الالين. الين اكيد من اهم الافلام الساينس فيكشن، اللي هلا كمان بده ينزل لعبه الين ايزوليشن، بنصحكم تشوفوها بالقليله، لانه مع انه كولونيال مارينز على هذيك السنه ما كانت ظابطه وما كانت حلوه، جير بوكس فشلوا فيها، ايزوليشن شكلها حتكون حلو. وساجا عن جد عم بيرجعوا. اوكي اوكي سو في شيء هون. رح تقدر لسانه للالين، بس انه ما كان بدها هالقد بصراحه، شوفها قد صغيره يعني، ما كان بدها صراحه راس رح تحط له، وهذا الدرع بنحط على الراس هيك. عم بحطه صح انا؟ تمك ما بحطه صح. هير وي جو، هذا بصير هيك هيك. الين الين جو هوم. هلو هلو، هذا الالين حطه عندي بالمكتب. خلينا نركب الاغراض هون. صار في عنا فاير فلاي، ستار تريك، والين عم بيعمل شيء بايديه، ما بعرف شو اللي عم بيعمله. اوكي انتقالا في عنا هون استرويدز، انتوا لعبنا اللعبه استرويد كلاسيك، لعبه كانت على البي سي. هيدي مغناطيس نحطها على البراد كثير منيح. اوكي شو هول 100 fall into savings. اوكي حلو انه هيك صار بيعطونا لوت كريت وسائل لحتى نحن نوفر مصاري اذا بدنا نجيب قصص من اوريجين او استرو او سكويد جريب او جنار او جيم فلاي، فليش لا، مش غلط. ما انا بستفيد منه لهولي. خلينا نشوف هاي بس العملات، ما عم بعرف هيدي شو المصدر تاعهم. اوكي شو هول يونيفيكيشن 100 عملة، يمكن من شي لعبة ما عم بعرف شو هي، بركي عملات خرائية. هلا نحن بنشوف بالمجلد اللي جاي، ما رح تفسروا لنا شو معقول يكونوا هول. عالكي من هول اللي بفقعوا بتمكن، هول اللي كنا ناكلهم نحن.
واو كيف كنا ناكل هيك شيء نحن صغار. اوكي واو كود لحتى نعمل انلوك لكوميكس هيلو. بعد عم فقع بتمي هذي وخ. اوكي بيطلع لنا 3 فري كوميكس هيلو بستعمل كود معين. اوكي ليش لا هلا بعمله انلوك تحت لي شوف رهني برجع بخبركم عنه. هون عالم الكوميكس لانه كتير كبير ان كان ليش ان كان الكوميكس او الفيديو جيمز فبرجع بشوف مخبركم عنه. هيدي الباتل اللي نحن دائما هن بيعطونا اياه هالمره كان جالاكتيك شيء بالفضاء. هلا هو كان الفكره تاعت هالشهر هي جالاكتيك. انا كنت متوقع شيء دستني مؤسف انه ما في شيء دستني ابدا. كلياتهم ساي فاي عام كان بدي شيء دستني بس هذا المجلد اللي دائما هن بيعطونا اياه كل شهر لحتى يفسروا لنا شو هن الاغراض. في كتير قصص هون حراطي غراض حراطي ميز العاب. اوكي كتير منيح بس بدي اعرف هاي العمله الماديه من وين. اها كمان من مسلسل فاير فلاي هو مسلسل ساينس فيكشن ماني حاضره فهدول اللي وراء هلا ما بيعنوا لي شيء بس يمكن وقت احضره للبرنامج اذا حبيته للبرنامج ما بعرف بنبسط فيهم. عمله ماديه من هي وتفاصيل هون مثل ما شايفين هون اذا انتم بتعرفوا هذا هذه المكنه من ايليان اللي بيقتلوا فيها الالين باخر ايليانز اللي هو تاني فيلم ودارث فيدر هون ستار وورز لانه بتعرفوا كثير كثير سلسله مشهوره كثير هون فكل ما يكون في فرصه يحطوا شيء ستار وورز يحطوها. وبوستر نهايه كان عندنا بوستر هان سولو وتجمدوه بفيلم ستار وورز. هذه بوستر اللي عنه حلوه بعطيها بس بعرف لمين هذه هديه. خليكم تشوفوها هيك اذا ما مبين كثير ريفلكشن. اذا انتم حاضرين فيلم ستار وورز رح تعرفوا هذا المشهد وين. هذا وقت هان سولو اللي عم بيمثله دور كان واو هذا الشيء مش معقول طعم طيب شو مزعجي هارسون فورد. الدور اللي حط هارسون فورد على اسامي هوليوود وهيدي البوست انا بدي يمكن اعلقها جوا او بدي اهديها لحدا بعتقد انا بعرف لمين بدي اهديها. فهذه هي كانت اللوت كانت لهالشهر. وهون بعتقد مثل ما شايفين انتم دوكينج باي في ستار وورز جوا في عنا R2D2 في عنا هون الاكس وينج يمكن او هيدا محل ما بيغطوا الطيارات مثل كل شهر صاروا بيعملوا ديزاين حلو لهدول العلب لحتى يشجعوكم تخلوهم بس بصراحه عم بصير عم بيخلقوا لي عجقه كثير فما بقى مخليهم انا. هذا كان لوت كريت هذا الشهر. مثل ما شايفين دائما انا وقت ما يكون في تي شيرت انا بحزن لانه انا اكثر شيء بحب اللوت كريت هو التي شيرتات اكثر من هول الاغراض كلياتهم. ثلاث ارباع الاغراض بلاقي حالي عم بتخلص منهم او عم بهديهم لناس ولو انا كنت بالامارات او بالعالم العربي بالقليل كنت اهديتهم لهالهدايا لناس بركي بعمل فيهم لوت كريت ولوت بوكس. ووقتها انزل ان شاء الله قريبا على الامارات بعملكم جيف اواي كثير كبير لحتى اللي بحبهم للقصص بركي بصير بخليهم عنده لنشوف. فمن هلا لشهر الجاي للوت كريت اخر بتمنى لكم نهار سعيد مليء بالصحه والسلامه واكبر جيمر سالوت مني لكم.